مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقه من برنامج ملفات، حلقه الاحد من البرنامج نسلط فيها الضوء على مشروعات الاسكان الاجتماعي على مستوى الجمهوريه، وايضا نناقش فيها اهم ملامح المشروع القومي واهميه ايجاد مسكن مناسب للمواطن المصري واسهامات هذه المشروعات في التنميه بمصر بشكل عام. للحديث عن هذا الموضوع والموقف التنفيذي بمشروعات الاسكان الاجتماعي بعدد من محافظات الجمهوريه، معنا في الاستوديو الأستاذ تامر هلال، صحفي بجريدة الجمهورية ورئيس قسم المدن الجديدة ببوابة الجمهورية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. معنا أيضا الأستاذ محمود الجندي، رئيس تحرير جريدة إسكان مصر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اسمحوا لي نخرج لفاصل ثم نعود ونبدأ نقاط الحوار. المشاريع اللي بنعملها دي في إطار بناء قدرة الدولة. نتكلم في عشرات الملايين من الشباب والشابات، مستقبلهم مرهون بالعمل اللي احنا بنعمله كلنا، ومستقبل أحفادهم مرهون بالاستقرار والبناء اللي احنا بنعمله ده. التوزيع الجغرافي للمشروعات اللي احنا بنتكلم عليها هي الهدف منها ايجاد فرص عمل في المناطق اللي احنا بنتكلم فيها. المشاريع القوميه الهدف منها جزء منه ان احنا نوفر فرص عمل لحجم كبير من الشباب اللي يصعب لينا الوصول اليه لمساعدتهم. قلبنا مع كل شبابنا، استعدادنا مع كل شبابنا بلا حدود. اهلا بكم من جديد. نبدا نقاط الحوار مع الاستاذ تامر هلال. استاذ تامر، يعني بدايه كما شاهدنا في هذا الفاصل، بتولي القياده السياسيه اهتمام كبير جدا بمشروعات الاسكان بصفه عامه ومشروعات الاسكان الاجتماعي بصفه خاصه. على مدى السنوات الماضيه شاهدنا العديد من الطفرات في المشاريع الخاصه بالاسكان الاجتماعي، اخرها كان تقريبا في 14 محافظه على مستوى الجمهوريه. الابديتنج او الجديد في مشاريع الاسكان الاجتماعي بما يتناسب مع احتياجات المواطن المصري. الجديد ان الرئيس وجه ان هو عايزين يبني 250 الف وحده سكنيه عشان خاطر نربي كل رغبات اي حد يقدم للاسكان الاجتماعي هيحصل على وحده سكنيه، بس بتختلف من مكان لاخر حسب كثافه الضغط تقديم الناس، سواء مثلا في محافظه اقليميه زي مثلا اسيوط، شمال سيناء، جنوب سيناء، محافظات مطروح، دي بيبقى عليها الاقبال بسيط لان بطبيعه السكان اللي ساكنه في المحافظات دي الكثافات بتاعتها قليله، فاكيد الطلب عليها قليل، لذلك بيتم التسليم فيها بسرعه. اما في بعض الاماكن اللي هي بتبقى ذات كثافات عاليه من بعض المحافظات اللي بتوصل لملايين، زي مثلا عندنا القاهره 10 مليون، الشرقيه ثاني او ثالث كثافه في مصر بتوصل مثلا ل 3 مليون، دي بيبقى عليها الطلب والضغط كتير بحكم ان الكثافات فيها عاليه، فلازم يبقى حجم الاعمال فيها اكبر، فدي بتاخد وقت اكبر شويه. بجانب بقى على حق طبعا السهوله والمرونه اللي هم محددينها ان كل واحد عايز يقدم بيرجع لثلاث انواع من قواعد التقديم، يا اما من مواليد المحافظه، يا اما من سكان المحافظه، يا اما من العاملين في المحافظه، فطبعا بتلاقي الرغبه والطلب كبير جدا جدا على المدن القاهره الكبرى اللي هي بتبقى القاهره، الجيزه، القليوبيه. دي اللي بيبقى السبب فيها ان طابور الانتظار ناس كتير بتستفسر يقول لك انا من الاعلان الثامن والتاسع والعاشر وما استلمتش وبقالي اربع خمس سنين، هي المشكله ما بتبقاش عند الدولة بس، لا بتبقى مشكلة عند اختيار الناس ان هم عندهم اقبال على المكان ده بالذات، فبيعمل طابور انتظار كبير فبيضطر يتأخر، لان بتلاقي طابور الانتظار مثلا على سبيل المثال في مدينة من المدن بيوصل ل 200 الف في طابور الانتظار. طبعا انت عشان تبني 200 الف وحده سكنيه عايز لك مثلا 3 4 سنين، لان انت الاقصى حد بتبنيه الدوله دلوقتي في السنه الواحده بيبقى من 100 ل 110 الف في السنه،
كان زمان قبل الثورة كان أقصى حدود الدولة يوم كانت وزارة الإسكان بتبني 20,000 وحدة سكنية 15,000 وحدة سكنية، فأنت ضعفتي العدد ل 600%. فطبعا فبتلاقي في محافظات بيتم التسليم فيها بسرعة وفي محافظات بيجي بقى التسليم فيها متأخر حسب الأولوية. ما هو حضرتك بصي الإسكان الاجتماعي ده مش قرعة، الناس فاكرة ايه ان انا واخدين على نظام القرعة واحنا نقدم واللي يطلع ياخد، لا هو كل اللي تتنطبق عليه الشروط هياخد وحدة سكنية، بس العامل الأساسي في الربط ما بين المتقدم الحاجز والدولة هو المواصفات والانتظار. انا انت ليك وهتاخد شقه بس اصبر عليا لغايه اما اسلمها لك، ليه؟ لان الحجم بيبقى ضخم جدا. تمام استاذ محمود، ايه الشروط اللي اي شخص ممكن ان هو يقدم في الاسكان الاجتماعي، وهل بيكون مثلا في حد ادنى او حد اقصى بالنسبه للمرتب او يعني طبعا الشروط الاسكان الاجتماعي محدده بحيث تخدم محدود الدخل، فالاسره لا يتجاوز الدخل 5700 جنيه والأعزب لا يتجاوز 4500 جنيه، دي أقصى حاجة للدخل الشخص ممكن يقدم، والسن حتى 50 سنة، وطبعا يكون أكمل السن القانوني يعني عدى 18 أو دخل على 20 سنة عشان يقدر يقدم في الإسكان الاجتماعي. الاشتراطات دي طبعا بتبقى بناء عليه بيتم ترتيب القرض الائتماني اللي بياخده للوحدة وبيبتدي يقسط مع البنك، فدايما يعني قصدي حضرتك ان البنك بيدفع عنه البنك يعني ثمن الشقه وهو بيقسط مع البنك من بدره البنك المركزي. في 28 بنك في مصر داخلين في تمويل الاسكان الاجتماعي، بمجرد ما تستوفى الشروط تنطبق على الشخص ده بيتحول لدراسه ائتمانيه في البنك او احد البنوك اللي مشتركين في المبادره، وبياخد قرض البنك بيشتري الوحده دي وبيقسط له ثمنها على 20 سنه. طيب التسهيلات دي بتبقى تسهيلات على كذا سنة؟ 20 سنة. على 20 سنة. 20 سنة. طيب هل بيبقى في مثلا نسبة معينة من المبالغ اللي بتدفع كقسط علشان المبادرة؟ آخر تقديم كان 15,000 جنيه المقدم، وبيدفع أربع أقساط بقيمة متساوية اللي هي 3,000 جنيه، وبعدين بيشتغل الأقساط شهرية بيستمر لغاية نهاية المدة اللي هي 20 سنة. وفي الفتره دي بيكون هو البنك التحصيلي من خلال البنك اللي مديله التمويل او اللي اداله القرض الاسكان ده، وفي نهايه المده بتنقل الوحده من البنك ملكيتها من البنك للمواطن. طيب خلينا نخرج لفاصل ثم نعود اليكم مشاهدينا. سيبنا المشكلة تكبر وتتعقد، ما احنا سنين طويلة عايشين على 7% بس من مساحة مصر. الكلام كتير عن الأسباب اللي وصلتنا لكده، بس الأهم والأفيد من الكلام إننا نشتغل، نشتغل بجد، نشتغل ليل نهار. النهاردة المصريين بيبنوا في كل شبر على أرض مصر وبيعملوا شغل ما اتعملش في مصر من أكتر من 150 سنة، أنفاق وطرق وكباري، وبيبنوا مدن جديدة في نفس الوقت، عاصمة جديدة في الشرق تليق بمصر ومكانتها، كل شبر فيها متخطط صح، والعالمين الجديدة في الساحل الشمالي أيقونة بين كل مدن البحر المتوسط، متخططة علشان المصريين يعيشوا فيها صيف وشتاء، ومدينة الجلالة تحفة معمارية اتعمل لها طريق مخصوص اتشق في قلب الجبل، وفي ساعة زمن تلاقي نفسك وسط طبيعة ساحرة ومدينة حية طول السنة. المنصورة الجديدة هتغير شكل الحياة في الدلتا، وهتبقى منفذ لكل أهالي الدلتا على البحر المتوسط، ومدينة رشيد الجديدة، ومدينة بورسعيد الجديدة، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة، ومدينة قنا الجديدة، ومدينة توشكى الجديدة. المدن دي وعشرات غيرها اللي بتبني في كل محافظات مصر مش بس هدفها القضاء على الزحمة وتوفير حياة بجودة أعلى، دي هدفها كمان إن من العائد بتاعها نطور القرى ونحدث بنيتها التحتية، ومن العائد منها كمان بنقضي على عشوائيات وبنبني ملايين الوحدات السكنية علشان ملايين الأسر تعيش حياة كريمة.
ده غير مشروعات الإسكان الاجتماعي، سكن مصر ودار مصر وغيرها اللي بتبني في كل محافظات مصر علشان تستوعب الزيادة السكانية. مفيش حد بره المنظومة، مفيش حد مش معمول حسابه. كل ده اتبنى في زمن قياسي وشكل الحياة في مصر بدأ يتغير، وكل المصريين هيعيشوا الحياة بجودة عالية. طبعا اللي بيتنفذ على أرض الواقع دلوقتي وشفناه في المقاطع الفيديو اللي شفناها هو حقيقة على واقع الأرض في العالمين وفي العاصمة الإدارية وفي الجلالة وفي المنصورة الجديدة وفي إسماعيلية الجديدة، أماكن كتير جدا غيرت من الوجهة الاستثمارية وأيضا السكنية والسياحية لمصر. أستاذ تامر، يعني طبعا في الحقيقة أكتر من طفرة في موضوع المدن الجديدة، وحضرتك رئيس للمدن الجديدة في البوابة، إزاي حضرتك شايف هذه الطفرة خصوصا أن كل مكان وليه طبع سكني وليه شكل جغرافي وليه شكل سياحي وليه شكل استثماري مختلف تماما من العالمين، مختلف عن العاصمة الإدارية، مختلف عن الجلالة، مختلف عن إسماعيلية جديدة، منصورة جديدة، أسيوط الجديدة، كل ده كمان بيتنفذ بالتوازي في وقت واحد. تمام، بص حضرتك، هو الفكر الجديد عشان احنا بس بقى معانا دلوقتي قيادة ماسكة الدولة معظمها قيادات شابة وقيادات واعدة وفكر من بره الصندوق، دخل نمط جديد ان توجه الدولة ان انا لما اجي اشتغل لجميع فئات الشعب المصري. بمعنى انا شغال لمحدود الدخل، ما ينفعش ما لا يمنع ان انا كمان اشتغل لمتوسط الدخل، هو ده ابني من ابناء البلد زي محدود الدخل، وما فيش ما يمنع ان انا برضو اشتغل مع عالي الدخل، بحيث برضو ان انا جميع شرايح المجتمع انا دول اولى بان انا ارعاهم. مفيش حاجه اسمها اهتم بفئه والفئات التانيه انا ما اعرفش عنها حاجه واسيبها للقطاع الخاص ينهش في لحمها بالاسعار العاليه. فدلوقتي حضرتك بقى في فكر النظام ايه، عندنا المدن السكنيه اللي هي تعتبر سكنيه بحته زي مثلا مدينه الشروق على سبيل المثال، في المدن السكنيه الصناعيه اللي هي بيبقى فيها جزء سكني وجزء مناطق صناعيه زي العبور وزي 6 اكتوبر والسادات وبرج العرب ومدينه بدر. في عندك دلوقتي المدن السياحيه اللي هي تعتبر دلوقتي مدينه العالمين، دي تعتبر مدن سياحيه من الطراز الاول وبرضه بيخش معاها فئات السكن المتوسط زي الاسكان الاجتماعي الحر الغير مدعوم. في عندنا برضه بعض المدن الثانيه اللي هي المدن الاستثماريه اللي هي العاصمه الاداريه، دي استثماري بشكل بحت. حضرتك انا على محدود الدخل هتلاقي المدينه اللي تناسبك، عايز مدن، عايز مدينه سياحيه وعايز فئات من بره ان انا اسوق العقار بتاعي للناس اللي بره زي مثلا الدول العربيه الدول الاوروبيه، لان في بعض الناس بتعيش ما بتقدرش تعيش في بلادها في ايام الصقيع فتبص لقيت تنتقل لاماكن تانية. عشان كده هم وفروا مثلا في العالمين بقى دلوقتي بيبقى عندك الجامعه، عندك مقر الحكومه، عندنا اكاديميه العلوم، في اكاديميات موجوده، كل حاجه بحيث ان انت تلاقي كل شيء متوفر في المدن اللي هي مختلفه التوصيف. بالنسبه لموضوع الاسكان الاجتماعي في بالنسبه للتصميمات بتاعته بقت مختلفه وبقت منفتحه، مفيش حاجه اسمها ان انا اعمل نمط تقليدي وعممه على كل المدن، لا كل المدن اللي هي بتقول المحافظات، لان يعني انت عندك المدن الجديده بتتبع هيئه المجتمعات العمريه في وزاره الاسكان، انما المحافظات بتبقى محليات. فادوا حريه كبيره جدا لكل اجهزه المدن ان كل واحد يبني المساحات ثابته بس ايه اتحرك في التصميم مختلف.
اعمل التصميمات مختلفة، اعمل الألوان مختلفة، اعمل الديزاينات بره وتاخد عليها موافقة واعتماد من الجهة المختصة اللي هي لجنة المجتمعات العمرانية، عشان ما نحسش بالنمطية والسيمترية التقليدية اللي تخليك ايه اللي انا بشوفه هنا بشوفه هناك. لا، كل مدينة بتعمل بالألوان المختلفة والطبيعة اللي بترجع ليها، زي مثلا بتبقى مدن على البحر فبيميل شوية للون الألوان الأزرقات والتركواز بحيث ان هو يتماشى مع طبيعة المدينة الساحلية زي ما بيحصل في الإسكان الاجتماعي في جنوب سيناء. نفس القصة برضو في المدن اللي هي بتبقى وسط القاهرة، بتبقى البيجات في الالوان والبنيات واللي هي الاورنج والكلام ده كله. بجانب بقى الجهات اللي بتبني، احنا عندنا دلوقتي المحافظات لما بتيجي دخلت في المباني اللي بتبني لازم تبني بمواصفات الاسكان الاجتماعي. فبيبقى ليها طراز معماري بيبقى معروف ان ده مباني اسم محافظه القاهره بس في المدن الجديده. طيب خليني ارجع للاستاذ محمود. طبعا عارفين ان المدن الجديده مش بس موجوده في القاهره الكبرى، او ما اصبحش التركيز بمعنى اصح على القاهره والجيزه والقليوبيه، لان طبعا كان عندنا مشكله كبيره جدا، مشكله الهجرة غير الشرعية ومشكلة المحافظات الطاردة للسكان بالضبط. فابتدى اتجاه القيد السياسي ويكون في مدن جديدة في الصعيد وفي الدلتا، وتكون كمان يعني بجانب مشروعات صناعية أو استثمارية وبنية تحتية علشان يبقى الإقامة دائمة ومش تبقى يعني مجرد أن أنا عملت حاجة على الأرض بالضبط مش بدون فرص عمل بالضبط. احنا النهاردة بنتكلم ان احنا عندنا 40 مدينه جديده، تمام، منهم 14 مدينه في الخمس سنين الاخيره دي بدا العمل فيهم، منهم طبعا عالمين. احنا كمان النهارده في شغل في بني مزار الجديده وفي الفاشن الجديده وفي ملاوي الجديده، عندنا طبعا في اسوان الجديده الشغل فيها ما شاء الله. وفي يعني لو قعدنا نعد 40 مدينه، 40 مدينه منتشرين بطول مصر وعرضها يعني. فانت بتتكلم النهارده ان كل محافظه على الاقل فيها مدينه او اتنين جداد دول ظاهرها السكني والاستثماري، يعني كمان هتبقى في فرص عمل في مناطق صناعيه في بعض المدن، في انشطه زي المخازن زي يعني مفيده للشركات اللي بتبحث عن، بالاضافه للنشاط العمراني كمان. احنا يمكن النهارده بنتكلم على عارفين ان الكومباوند ده موجود في القاهره بس، وفي تبتدينا بقى نسمع عن الكومباوند موجود في المنيا وموجود في اسيوط وموجود في سوهاج، يعني فدي بدأت الأفكار تنتشر بالشكل ده. وبدأ كمان المطورين الكبار اللي في القاهرة النهاردة بيروحوا يدوروا على فرص في مدن الصعيد. فأنت بتتكلم على أنك بتنقل الحياة دي اللي كانت موجودة في القاهرة بس للناس بتيجي عشان تشتغل هنا وتسكن هنا، لا بدات تبقى موجوده هناك كمان في مدن ثانيه ومحافظات بس تانية. خليني اسال حضرتك سؤال، بما ان حضرتك يعني صحفي في هذا المجال وفي الاسكان بالتحديد، حضرتك طبعا عارف ان القاهره والجيزه والقليوبيه غير المحافظات الحدوديه او المحافظات الارياف او المحافظات الصعيد لانها بتربطها العادات والتقاليد وان هم يكونوا اقرب لبعض والبيت تمام. واحد وخلافه. هل النسق الخاص بالكومباوند او المدينه الجديده اللي هتبقى بعيده عن حياته او اهله ده هيتناسب شويه مع ثقافه وعادات وتقاليد الصعيد او الارياف؟ طبعا خلينا نتكلم على انه ده الدنيا اتغيرت والثقافه نفسها اتغيرت والناس النهارده يعني انت في ناس بتنزل الصعيد هو كان واخد فكره فينزل يلاقي كانه في القاهره بالظبط، فالناس ثقافتها اتغيرت وما عادش الموضوع مرتبط يعني العادات ما عادتش موجود زي ما كنا بنشوفها زمان. والنهارده الناس بتشوف اعلانات في التلفزيون وبتشوف الدوله بتعمل مشروعات بيبقى نفسه يسكن في مكان مخطط بشكل جيد، يبقى فيه كل المرافق المطلوبه جنبيه خدمات، فالناس بتسعى ان هي تطور من حياتها وبقت تشوف ده فمحتاجه توصل للمرحله دي. فالنهارده الحاجات دي بقت موجوده هناك، موجوده في المدن دي متوفره، فالناس النهارده بتسعى في يمكن ده نلاحظه في بعض المدن، يعني مثلا نتكلم على المنصوره الجديده فهناك المفروض بننفذ بعض الابراج فتلاقي الناس مقبله اكتر على الفيلات، هو عنده في فكر في بعض محافظات الدلتا انه بيحتاج البيت وعاوز بيت، فبالنسبه له الفيلا دي بيت اقرب لشكل البيت ففي في اماكن كده من توشكا مثلا لو اديت وحده سكنيه هيبقى الموضوع مش يعني مش هو يعني مش مناسبه قوي، لكن هو محتاج بيت كمان ريفي، شفنا ده موجود في الوادي الجديد. يعني في نماذج مع التجربه بتبقى انت عارف كل مجتمع وكل بيئه وكل محافظه محتاجه ايه من انواع السكن، فده بيحصل يعني. تمام. مشروعات الاسكان الاجتماعي بالطبع هي مش مشروعات سكنيه بس، هي اكيد فيها جزء خدمي،
ايه هي الخدمات اللي بتوفرها مشروعات الاسكان الاجتماعي عشان تواكب حياة جيدة مريحة للمواطن المصري؟ بص حضرتك، انت لما بتيجي تعملي اسكان اجتماعي يبقى انا بنشئ مجتمع عمراني جديد تمام. في مكان جديد فطبعا انا عشان خاطر يحصل اقبال عليه والناس تبقى عايزة تسكن في المكان ده لازم تبقى خدماته متكاملة بما فيهم حتى الغاز الطبيعي. يعني اخر مره لما كان الاجتماع الرئيس قال يا جماعه احنا حتى الغاز الطبيعي حطوا تكلفته مع المشروع بحيث ان هو يخش ما يقعدش يحفر من اول وجديد ونرجع نعمل مرمات والشوارع تتبهدل، لا لازم تبقى الخدمات متكامله. فتلاقي مثلا عداد الكهرباء راكب، ناقص بس ان حضرتك تروحي تاخدي كارت مسبوق الدفع وتثبتي التعاقد بتاعك ان انت هتتعاقدي على رقم العداد ده سواء ميه او كهرباء. جميع انواع المدارس بتبني طبعا، بيبقى مثلا في الحي في 5 مجاورات يبقى بخمس مدارس بحيث ان يبقى في مدرسه ابتدائي، في مدرسه اعدادي، في مدرسه ثانويه عامه، في مدرسه للتجريبيات، في مدرسه فني، كل ده بيبقى موجود. كل ما تحتاجه الاسره المصريه من احتياجات يوميه بيبقى موجود في سنتر، في سوق بيبقى معمول بشكل لائق وحضاري، بيبقى فيه كل النشاطات التجاريه والنشاطات الاداريه والصيدله وكل الحاجات اللي كل ده موجود. كل ده حضرتك الدوله بتبنيه، زائد طبعا بقى بتبني اللي هي الخدمات الامنيه اللي هي بتبقى مهمه سواء قسم شرطه او نقطه شرطه، كل ده بيبقى على طول بيبني على حسب كل كثافه مكان ده بيبقى احتياجه، مثلا وحده صحيه، مركز طبي، او سواء مستشفى، على حسب عدد الكثافه اللي هتتردد على الخدمه اللي هتبقى موجوده. فمفيش حاجه ساعات على فكره كمان بتبقى الخدمات بتبني قبل الوحدات السكنيه لان انت عليك حضرتك وحدات السكنيه زي المستشفيات والمساجد والكنائس بتبقى مثلا بيبقى مثلا في حي مثلا على سبيل المثال مثلا في بعض الاحياء بتبني حي كامل فتبص تلاقي بالتوازي وهو بيبني العماير بتكون المدرسه في نفس الوقت بتبني المركز الطبي بيبني الملاعب اللي هيتلعب فيها رياضه كل ده بيبقى موجود. طيب خلينا نخرج لفاصل لنعرف ازاي ممكن ان انا احجز شقه في الاسكان الاجتماعي لتبسيط الاجراءات ونرجع ليكم مشاهدينا. يعني عندنا اكتر من 14 مدينه يتعمل فيها مساكن لمحدود الدخل وبتعمل لهم شروط ومعظمهم من الشباب وبيدفع مقدم بسيط وبياخدها وفي منطقه حضريه وفي شقق موجوده واخد بال حضرتك على ارض الواقع يعني. فانا اتمنى ان شاء الله ان هي برضو يعني تستثمر استثمار جيد ان الناس تلاقي برضو السكن يعني. الناس جزاها الله خير والله عمل كتير وفعلا يعني حلوه نفعت شباب كتير فعلا. يعني نشكر الحكومة ان هي وفرت المساكن ونشكر السيد الرئيس برضو ان هو يعني عمل مشاريع ما اتعملتش من الافات السنين في الدولة دي والسعي كله على قدم وساق في سبيل توفير المسكن الملائم للشباب. وان شاء الله بإذن الله مصر ان شاء الله الايام الجاية هتشهد طفرة كويسة جدا للتقدم والازدهار وربنا ان شاء الله يوفق الشباب. بس الشباب يبتدي بقى يبحث عن فرص عمل لان طبعا احنا مشكلتنا ان الشباب مستسلم للفراغ. اهلا بكم من جديد. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مشاريع الاسكان الاجتماعي ازاي بتتبني بسرعه رهيبه وفي نفس الوقت انا بستلم الشقه متشطبه كامله تسليم مفتاح. عايزه اسال حضرتك يا استاذ تامر يعني الاجراءات الخاصه بالتشطيبات، هل المواطن ليه الحق ان هو يتابع مثلا نوعيه التشطيب الفينشنج عامل ازاي على مدار البناء ولا هو بيستلم في الاخر وخلاص؟ لا حضرتك بصي، هو ما فيش مواطن بيعرف اصلا هو لما بيجي يقدم هو هيسكن فين. انا ممكن اكون مقدم في الشروق، ممكن اكون مقدم في القاهره الجديده، بس مش عارفه وحدتي فين، بس انا ما اعرفش وحدتي بالتحديد لانه هو اصلا انا لما بيتم اختاري بعد ما الوحده بتخلص.
فهو التشطيب بيبقى ستاندر، ما ينفعش يعمل لتامر حاجه مميزه والاستاذ محمود حاجه اقل او العكس، هو في تساوي لان التكلفه موحده. فانا لما باجي اخد شقتي باخدها زي غيري بالظبط. كل اللي انا ممكن اعترض عليه لو انا حسيت ان انا في حاجه ناقصه مهمه او حاجه اساسيه او حاجه الرؤيه العينيه او الخبره البسيطه لاي مواطن ان دي مش معموله بالشكل المظبوط، دخلت مثلا لقيت باب مكسور، الخلطات مش موجوده، لقيت مثلا بعض التمويلات البسيطه ومش متعالجه، فبقول لا يا جماعه انا مش هستلم شقه بالوضع ده، لازم تديني شقه بالوضع اللي هو يتناسب ان انا استلم واقعد على طول. بس على الاقل للمواطن الاحقيه في اختيار الدور يعني. لا 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 مفيش كلام برضو. الدور ده بيرجع لطبيعه اللي هو انا هخصص له. بمعنى انا في ناس عندي، في حد بيبقى مثلا عندي سنه 50 سنه ومقدم، مش هديله الدور الاخير. فبضطر مثلا اديله ايه، ارضي اول تاني تالت، ما اقدرش اديله اكتر من كده. انما مثلا في جاي عندي واحد اعزب ولسه ما اتجوزش وسنه صغير حاجه و20 سنه، فده ممكن يقدر يجي شويه لسه عمره يطلع شويه. انما حكايه الاختيار دي ما فيش الكلام ده. ليه؟ هيبقى فيها محسوبيه وهيبقى فيها اغراض شخصيه. انما في اليات بتتحط على الكمبيوتر هو بيسريل وبيظبط على حسب المواصفات اللي هي العمر السن، في حاجات ذوي الاحتياجات الخاصه دي على طول بيبقى الارضي. طبعا دي ما فيهاش كلام يعني. لا تسيبني لهواء المسؤول ولا تسيبني لهواء بتاعي، اديني على حسب ظروفي. واخد بال حضرتك؟ فلا هي بتقع لضوابط واشتراطات بتبقى يعني مقنعه للكل، ومفيش حد بياخد حاجه مش مناسباه في بدايه الاستلام. طيب هرجع لحضرتك استاذ محمود، يعني يمكن احنا شفنا فكر جديد في موضوع الاسكان الاجتماعي، وبرضه في تطوير العشوائيات او المساكن اللي اتبنت مكان العشوائيات زي بشاير الخير وغوت العنب، لكن اللي لمسناه مثلا هو وجود العديد من الورش الصغيره في يعني الدور تحت الارضي او زي الباركينج اللي تحت العماره، علشان يكون زي مصنع صغير بنفس الفكر الخاص بالصين اللي هو الصناعات متناهيه الصغر. الفكر ده جديد جدا، والحقيقه احنا شفنا فيلم تسجيلي عن الموضوع ده، والحقيقه ابهرنا كلنا ان ازاي يتم تشغيل اهالي القنبر ده او المشروع ده في نفس المكان عشان ما يكلفش مواصلات ولا اي حاجه. هو ده يمكن احنا عندنا طبعا ناجحين في ملف تطوير عشوائيات بشكل كبير جدا، وشفنا حاجات كتيره كانت مناطق صعب ان حد يدخلها طبعا. النهارده اتطورت يعني، عندنا من القاهره مثلا في رود السيده زينب اللي هي كانت تل العقارب، عندنا مثلث مزبيرو، الناس اتنقلت في اماكن ثانيه، وبعضهم اللي هيقعد في نفس المكان هيرجع على وحدات بشكل وحدات ادميه، بشار الخير، يعني عندنا انجاز كبير في موضوع تطوير عشوائيات. انك توفر طبعا فرص عمل، لانه في بعض الناس يعني هو كان عنده محل، فانت خلاص هو هيتنقل من المكان ده، طب هيروح فين؟ هيشتغل ايه؟ فبالتالي انت بتوفر نماذج من المحلات دي او الوحدات الاداريه او التجاريه اللي يقدر يعمل فيها نشاط غير مقلق للراحه وما يزعجش الناس، وفي نفس الوقت يبقى في فرص عمل بالظبط في نفس المكان الناس موجوده فيه بالظبط. طيب اسمحوا لنا نطلع لفاصل تاني ونرجع لكم مشاهدينا الكرام. نقدر كمان نقول ان البنك المركزي بالتسهيلات الخاصه بالتمويل العقاري والمبادرات اللي اجراها البنك المركزي، الحقيقه غيرت كتير جدا من الصوره الخاصه بالمشاريع الاسكان وبالاقساط والفوائد والقروض، وكانت مواضيع الحقيقه استاذ تامر لا تنتهي. موضوع اول ما كنا نسمع تمويل عقاري كل الناس تتراجع، الحقيقه الصوره الذهنيه للتمويل العقاري اختلفت تماما، بقت اشبه كثيرا بالوضع في الولايات المتحدة وأوروبا، لأن حضرتك عارف أن كل الدول الكبرى بتعتمد على مسألة الاقتراض أو فكرة التمويل العقاري. عايز أعرف الفكرة دي إزاي هنقدر نمشي بيها لمدة 20 سنة بالنسبة للمواطن اللي هيحصل على شقة في الإسكان الاجتماعي. بصي حضرتك، هو مش كل مواطن بياخد 20 سنة. حضرتك دلوقتي يعني هو فاتح السن من أول كامل الأهلية اللي هو 21
لغايه 50 55. تمام، انا باخد على حسب النسبه المتبقيه كموظف حكومه مثلا. لا مش شرط حكومه، عشان ما نظلمش بس او اصحاب المهن، لا اللي هم مؤمن عليهم في القطاع الخاص. تمام، حضرتك هو لما بيديكي شقه بيديها لك بضمان الوظيفه والاستقرار العمل بتاعك. يعني انا ما ينفعش ادي واحد شقه وهو اساسا قانوني، انا قانونيا هو مش متشرعا عندي، يعني لا هو عليه عنده تامينات ولا هو مسجل في مكان اقدر احس ان انا اديله التمويل عشان خاطر ابقى متاكد ان هو عنده القدره على الاستمراريه في الدفع. وفي نفس الوقت ما ضروش لو هو ما خسع معايا في الدفع اضطر اسحبها منه، لان هو كده ما التزمش ببنود العقد. فقصه المده بتاعه الدفع والاقساط دي بتختلف من المرحله العمريه والجزء المتبقي من وظيفته لحين ان هو يكمل سن الستين، لازم يكون مخلص الفلوس اللي عليه كلها. زائد بترجع برضه لمرتبه، بمعنى هو دايما عنده حسبه كده ان هو مثلا ايه بياخد 30% قسط من المرتب بتاع المتقدم. فتبص تلاقي حضرتك في واحد مثلا عنده بياخد 2000 جنيه، فده تلاقي في ناس بتدفع القسط بتاعها ما بيكملش حوالي 500 600 جنيه، وفي حد تاني تبص تلاقي بيدفع 1200. يقول لك اشمعنى؟ لا اشمعنى، عشان انت ظروفك هي مؤهله ان انت لما تيجي تخلص اخر يوم في العمل الوظيفي بتاعك لازم تكون دافع بالمعدل دوت. طب هل بتختلف وسط كل ده بقى الفوائد اللي هتبقى موجوده على الاقساط لمده 20 سنه، ولا هي يعني البنك المركزي راعى ذلك؟ لا الفوائد بتبقى تقريبا واحده وثابته، بس اللي بيختلف المده الزمنيه بتاعتها. يعني انا مثلا باخد على 20 سنه تراكمي، لو مثلا هيحاسبني سي مثلا على سبيل المثال 5 6%، مع ال 20 سنه ببقى انا بدفع اكتر بس مريحني. لان انت حضرتك لو جيتي حسبتي مثلا لو انا هدفع 1000 جنيه في القسط ده يعتبر ايجار تمليكي، بمعنى ان انا دلوقتي انا بدفع تقريبا اقل من اللي انا هدفعه ايجاره في الاخر مده زمنيه بعد 20 سنه، وهطلع من الشقه. ده لو انا خدت شقه ايجار ايجار جديد او قديم في منطقه في العشوائيات او في المحليات، في الاخر هسيبها لصاحبها والسلام عليكم. انما انا دلوقتي حضرتك هو بيديني القسط بتاعي من اول 700 جنيه 500 جنيه يا ستي لحد 1000 ونص، ده بس في الاخر بحط في ملكي في الاخر الشقه بتاعتي. اقدر انا في يوم من الايام عندي التصرف ان انا مثلا لو بعتها وزودت عليها اوسع على نفسي. فهو التكه في الموضوع ان ليه مشروع الحكومه ناجح، لان انا ما بحسش بيه ان هو ان انا ببيع وشراء، ببيع وبشتري اكنه تمليك من القطاع الخاص. انت حضرتك لو حسبتي ثمن الوحده نفسها من اللي بتديهولك الحكومه اللي هو اقصى حاجه 225,000 جنيه، يعني في ال 90 متر بتلاقي تقريبا سعر المتر بيبقى واقف بتاع حوالي 4000 وشويه، في حين ان هي بعض الشركات القطاع الخاص بيوصل ثمن المساحه دي في نفس في كامباوند او بنفس المواصفات دي بيوصل 12000 جنيه. لا مش هنحسب بقى على دلوقتي، ده احنا هنحسب على السنوات اللي هو اخذها في التقسيط. لا هو حضرتك القطاع الخاص لان بعد 20 سنه او بعد 15 سنه السعر هيتغير. ما فيش حد في القطاع الخاص قدرته ان هو يقسط على 20 سنه. هو اقصى حاجه في القطاع الخاص بيديك 5 سنين. انما انا كدوله انا بديك 10 وبديك 20 وبديك 15. لا هو يعني في 10 سنين في 8 سنين، لكن الحقيقه مفيش 20 مفيش 20 مفيش 15 الكبره دي. وهقول حاجه بس عشان الناس تبقى طبعا. العمليه واضحه بالنسبه لهم، يا جماعه الدوله مش هي اللي بتمول، اللي بيمول البنوك. فاصلا جود الحكومه ما عندهاش فلوس تمول، هو بيديك انت الشقه ب 225,000 وبيسلمك للبنك، لان البنوك المصريه او البنك المركزي هو اللي عنده القدره وعنده الماليات والسيوله ان هو يمولك. فلازم طبعا طالما هيمولك ويدفع عنك بيديك، انت كده بتتعامل مع الدوله فعندك معدل الائتمان عالي، فانا ما حدش هينصب عليا، فانا مطمن، فانا باخد مده اكبر، فبياخد امتيازات مش هيلاقيها في اي مكان تاني. زائد ان الوحده السكنيه ب 225,000 دي اساسا بتمثل 35% من مسؤوليتها في اي مكان في القطاع الخاص، لان انت بيبقى واخد دعم ارض، بتبقى واخد دعم مرافق، بتبقى واخد دعم نقدي اصلا على المده الزمنيه بتاعتك بيوصل ل 113,000 جنيه. طيب مقابل بقى كل الدعم اللي اتحدث عنه استاذ تامر، هل الاستاذ محمود هيكون في اشتراطات المفروض ان ملك الوحده يعني ممنوع ان هو يجي جنبها، يعني على سبيل المثال ان هو ياخدها كده كمكتب؟ لا يعملها كمكتب تجاري او استخدام الوحدات السكنيه في الاسكان الاجتماعي استخدام سكني وللشخص نفسه المخصصه لاي تغيير فيها، سواء عملها مكتب سواء اجرها سواء قفلها وما سكنش فيها بتتسحب.
حتى لو قافلها او حتى حاول يتصرف فيها وسكن اسري. على الكلمه دي كمان تاني سكن اسري مش يعني اقعد فيه افراد وعمال لازم لا سكن اسري. طبعا الشخص نفسه بقى مستفيد بيه هو اللي مقيم في اسرته في الوحده. طيب دي نقطه مهمه جدا. خلينا نخرج لفاصل ونرجع لكم تاني. في الفاصل كنا احنا الثلاثه بنتفرج على المشاهد اللي موجوده على ارض الواقع والحقيقيه لهذه المشاريع، منها المشروع اللي شفناه دلوقتي الاسكان الاجتماعي في العاشر من رمضان. الحقيقه كان في العديد من الملاحظات اللي العين اكيد هتاخد بالها منها. استاذ تامر، الخصوصية في هذا المكان، يعني لاحظنا فعلا ان العمارات فيها كمية خصوصية لسه بنقول في الفاصل مش موجودة في الكومباوندات اللي موجودة مثلا في التجمع. بص حضرتك، هو في حاجه اسمها الكود المصري بالنسبه سواء للشوارع او الطرق على مستوى مصر بحالها. مفيش حاجه اسمها مهندس او جهاز يبني بالمسافات اللي عاجباه، مفيش الكلام ده. في حاجه اسمها المسافات البينيه ما بين عماره وعماره، لازم يكون في مسطحات خضراء، لازم يكون في ممشى، لازم يكون في نسبه بنائيه، ما ينفعش اي جهه بتبني تتخطاها. لازم ده يبقى موجود. الكلام ده مش هتلاقيه حضرتك غير في المدن الجديده. ده بيساعد على التهويه، بيساعد ان انت تشوفي مناظر طبيعيه، بيساعد ان يطلع نشئ كويس وسوي، لان عندك العيشه الضيقه بتجيب ضيقه الخلق. انما انا لما بطلع بشم اكسجين كويس، قاعد في مكان مش جنبه مصانع، قاعد في مكان فيه تهويه جيده، فبيساعد على جسم سليم، بيساعد على تفكير سليم، بيساعد على بناء انسان سليم. احترام الخصوصيه كمان. لذلك اللي بيروح يسكن في المدن الجديده لما تيجي تدخليه تاني بعد الدائري في المحليات بتحس ان روحه بيطلع عايز يرجع تاني بسرعه.
ليه؟ لان هناك ثاني اكسيد كربون، في غبار، في عفار، في رطوبه عاليه، في انفاس كتير، في كثافات عاليه، فطبعا ما بيبقى في الاكسجين قليل. عندك معظم المدن الجديده بتبقى المستوى بتاعها اعلى من مستوى سطح البحر، لان انت لما بتيجي تطلعي دايما تلاقي في ارتفاعات عاليه، فده بيديكي درجات حراره اقل من المعدلات المنخفضه جوه القاهره. لذلك بتلاقي الناس حتى نفسها هادي، تعاملاتها جميله، بياخدوا كل الامور بالراحه، على عكس المناطق الضيقه او الشعبيه او المحليات. ممكن يا استاذ محمود كمان لاحظنا في الفاصل ان العماره لو في عماره فيها مثلا منافذ زي بلكونه شباك، العماره اللي قدامها هي اخذه الجنب للحفاظ على الخصوصيه، بحيث ما يبقاش الجار زي ما بيقولوا جارح الشقه دي. فده طبعا لا، هو يعني الاسكان الفاعل متخطط بشكل كويس، وفي ويعني زي ما بنقول كده ممكن مشروعات خاصه يبقى المسافات اللي ما بين العمارات اقل من كده بكتير، لكن لا، في الاسكان الفاعل متخطط كويس. وممكن تعلقت كمان على النادي او مركز الشباب اللي موجود. بالظبط، يعني عايز اعرف من حضرتك الـ 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 الخدمات اللي موجوده، سواء كانت المراكز الشباب اللي شفنا فيها حمامات سباحه على اعلى مستوى، طبعا الفكره ان انت مجتمع عمراني متكامل، ان يبقى فيه المدرسه، يبقى فيه الجامع، يبقى فيه مركز الشباب، تبقى فيه باعلى مستوى. بالظبط، ويبقى فيه مركز الخدمات اللي هو هيبقى فيه المحلات زي المول كده. بالظبط، بيبقى في مول، وبيبقى اكتر من مول احيانا حسب كثافه العبارات او العدد اللي بتنفذ. فانت بتتكلم على ان انت بتدي مكان بكامل الخدمات بتاعته بيبقى شغال، عشان اللي يسكن هناك ما يقولش ده انا هفتح شقه في الدور الارضي اعملها محلات، وتبتدي العشوائيه مره ثانيه اللي احنا بنعاني منها لغايه النهارده. فدي هي دي الفكره، ان يكون كل خدماتك موجوده. هنتكلم عن المدارس، لان طبعا ان يكون في مدارس على نسق عالمي وموجوده في مشروعات اسكان اجتماعي تبع للدوله، دي نقطه لازم نتوقف عنها بس بعد الفاصل.
سامر عايزين نتكلم عن النسق العالمي او التصميم الياباني اللي حرصت عليه الدوله المصريه في تصميمه للمدارس. عايز اقول لحضرتك ان 80% من المدارس اللي بتبني في المدن الجديده مبنيه على احدث الطرازات والتصميمات زي مثيلاتها في اليابان بالظبط، اللي هو النموذج ال 42. النموذج ده بتحرك بتخشيه بيبقى فيه كل ما يخطر على بالك ان هو يساعد على عمليه تعليميه ناجحه ويطلع تلميذ او طالب بشكل جيد جدا. النموذج ده فيه قاعه محاضرات، فيه صاله جيم، بيبقى فيه لازم عشان يبني لازم تكون المساحه البنائيه بتاعه المدرسه ضخمه جدا ما تقلش عن 7000 متر فيما اقصى ممكن توصل لاكثر من 22000 متر، على عكس دلوقتي ان احنا عشان خاطر المحليات بيبقى ما عندناش اراضي خالص ممكن يعمل لك مدرسه على 2000 متر. وبالتالي مش هنشوف شكل الكثافه السكانيه يا استاذ محمود اللي موجوده في العشوائيات او في الارياف او الاهم من كده ان انا معايا مدرسه قبل انها تساعدني لمده 10 سنين تقبل اي زياده في الكثافات. ان انا ما بنيش مثلا هتستوعب. ما بنيش النموذج اللي هو 2 ويمه او 1 ويمه اللي هو بيبقى حوالي 18 فصل ولا 24 فصل 28 فصل، ده بيبقى 43. 43 ده يعني انا شايل من مرحله الابتدائي الرياض الاطفال ابتدائي اعدادي واخد بال حضرتك وثانوي. طيب. ده ما بيعمليش ازعاج ان انا ادور ابني تاني. سؤالي الاخير لحضرتك يا استاذ محمود، هل بيتم مراعاه فكره الامتداد الجغرافي للمدن الجديده دي عشان لما يتم يعني الاستيطان فيها وان هي يعني يبقى فيها اسر كتير وبالتالي يبقى في حياه مختلفه؟ تمام. طبعا هو يعني احنا النهارده بنتكلم على ده، احنا عندنا المدن الجديده كمان ليها امتداد عمراني، يعني النهارده مثلا نقول في امتداد مثلا للشيخ زايد اللي اسمها الشيخ زايد الجديده. يعني مش بس المدن القديمه هي اللي ليها امتداد متمثل في المدن الجديده، لا ده المدن الجديده كمان بقى اصبح ليها النهارده امتداد وبيتضاف لكردون المدن باستمرار. يعني ده بيراعى في التصميم طبعا بيراعى في التخطيط وانه يتوفر برضه في خدمات، يعني احنا يعني ده موجود في كل في التخطيط الاستراتيجي بتاع المدن اللي هو المخطط التفصيلي بتاع كل مدينه بيتعمل تفاصيل الامتداد دي والخدمات هتبقى فين في المكان ده. اعتقد ان احنا يا رب نكون غطينا صوره جيده او صوره ذهنيه جيده عن المشاريع الاسكان الاجتماعي اللي بتقوم بها الدوله فعلا، يعني جهد مشكور من الوزارات المختلفه المعنيه بهذه المشاريع. وبشكركم شكرا جزيلا للاستاذ تامر هلال الصحفي بجريده الجمهوريه ورئيس قسم المدن الجديده ببوابه الجمهوريه، وشكر موصول للاستاذ محمود الجندي رئيس تحرير جريده اسكان مصر. بشكركم جدا، نورتوني واهلا بكم. ومشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام هذه الحلقه من ملفات، الى اللقاء وملف اخر جديد.